نرحب بكم في مدرسة تطوير الإلكترونية التابعة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام. سنراجع بإذن الله اليوم مراجعة الذوبان الدائبية والخواص الجامعة للمحاليل في الصف الثالث ثانوي فصل الدراسة الأول المادة الكيمياء من إعداد محدثكم الأستاذ بندر العتيبي وتقديم الأستاذ بندر العتيبي. راح نتعرف اليوم بإذن الله على مقارنة بين الذوبان والذوبانية، كيفية حدوث الذوبان، العوامل المؤثرة على الذوبان، أنواع المحاليل من حيث تشبعها، حرارة الذوبان، راح نتعرف على قانون هنري وتطبيقاته والخواص الجامعة للمحاليل تعريفها، وأيضا راح نأخذ الخاصية الأولى من الخواص الجامعة للمحاليل الانخفاض في الضغط البخاري. خلونا نسأل الآن تساؤل، كيف يتم تكوين المحلول؟ يا شباب كيف يتم تكوين المحلول؟ ممتاز يا محمود، مذاب زائد مذيب. إذا مذاب زائد مذيب يعطينا المحلول، أيهما أكثر كمية المذاب أو المذيب؟ ممتاز بارك الله فيك. إذا المذيب هو الأكثر، إذا المذاب زائد المذيب يكون عندنا المحلول. طيب لو نسأل الآن سؤال، ما الفرق بين الذوبان والدائبية؟ ما الفرق بين الذوبان والدائبية؟ ما الفرق بين الذوبان والدائبية؟ هل يوجد فرق بين الذوبان والدائبية؟ طبعا الذوبان هي عملية إحاطة جزيئات المذيب بجزيئات المذاب. إذا عملية إحاطة جزيئات المذيب بجزيئات المذاب تسمى بعملية الذوبان. طيب الدائبية هي أكبر كمية من المذاب تذوب في مقدار معين من المذيب عند درجة حرارة معينة. طيب لو نسأل السؤال الآن، أيهما يأتي أولا الذوبان أو الدائبية؟ أيهما يأتي أولا الذوبان أو الدائبية؟ ممتاز أي مساعد، الذوبان يأتي أولا. لو نأخذ مثال ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء، ناخذ ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء، أول خطوة في عملية الذوبان هي عملية، طبعا لو نلاحظ الآن اللي باللون الأخضر أي ينافي الكلور، واللي باللون الأحمر اللي باللون الفضي تقريبا أي ينافي الصوديوم، واللي باللون الأحمر جزيئات الماء. أول خطوة في البداية إحاطة جزيئات المذيب بجزيئات المذاب. لو نلاحظ الشكل اللي أمامنا المركب الأول جزيئات الماء محاطة بجزيئات جزيئات ايش يا شباب؟ اللي باللون الاخضر جزيئات الماء محاطة بجزيئات ايش؟ اي فواز جزيئات الماء محاطة بجزيئات ايش؟ ممتاز يا سعد جزيئات الكلور. طيب الشيء الثاني جزيئات الماء محاطة بجزيئات يا شباب اللي باللون الفضي جزيئات الصوديوم. ممتاز. إذا أول خطوة في البداية هي عملية الإحاطة. عملية الإحاطة بجزيئات المذاب بجزيئات المذيب تسمى ماذا يا شباب؟ عملية الإحاطة تسمى بالذوبان. أحسنتم. إذا الذوبان في البداية يتم فصل أيونات الصوديوم عن أيونات الكلور. كيف يتم فصلها؟ جزيئات الماء تحيط بجزيئات الكلور وجزيئات الماء أيضا تحيط بجزيئات الصوديوم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ممتاز. الخطوة الثانية اللي هي تفكك جزيئات المذاب.
طبعا عندما تكون قوة التجاذب بين المذاب والمذيب أقوى من قوة التجاذب بين جزيئات المذاب نفسها، فإنه يحدث عندنا الذوبان. الشيء الثاني، عندما تحيط جزيئات المذيب بجزيئات المذاب وتباعد بينها. لو نرجع للرسم اللي قبل شوي، لو كانت قوة الصوديوم مع الكلور أقوى من قوة الماء، هل يتفكك الصوديوم عن الكلور؟ يا شباب، لو كان الآن عندنا الصوديوم والكلور مع بعض، لو كانت قوة الصوديوم أقوى من الماء، هل يحدث تفكك؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، لا يحدث تفكك. لكن عندما كانت قوة كلوريد الصوديوم أضعف من قوة الماء، فإن يحدث بينهم تفكك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد، ممتاز، تفكك العالم. بعد الخطوة الثانية، بعد عملية انفصال جزيئات المذاب عن المذيب، يسمى عندنا قلنا بالذوبان. إذا قوة التجاذب بين المذاب والمذيب أقوى من قوة التجاذب بين جزيئات المذاب نفسها. من جزيء المذاب نفسه؟ نقصد من؟ نقصد من يا شباب؟ جزيئات المذاب من المذاب عندنا يا شباب؟ المذاب كلوريد الصوديوم، ممتاز، المذاب كلوريد الصوديوم، والمذيب الماء، ممتاز. طبعا ايونات الصوديوم وايونات الكلور مع بعض تسمى بالمذاب. نعم، احسنت يا فيصل. اذا المذاب هو كلوريد الصوديوم والمذيب هو الماء. اذا الخطوه الاولى لحدوث عمليه الذوبان ابتعاد جزيئات المذاب عن بعضها البعض. طيب، الخطوة الثانية، العوامل المؤثرة في الذوبان. العامل الأول مساحة السطح. عند زيادة مساحة السطح تزداد سرعة الذوبان. مثال، أيهما أسرع في الذوبان، سكر البلورات أو السكر المطحون؟ يا شباب، أيهما أسرع في الذوبان؟ ممتاز، السكر المطحون. ما السبب؟ ما السبب؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. السبب، ما السبب؟ جزيئات أصغر. ثاني شيء، المساحة أكبر أو أقل؟ المساحة أكبر ولا أقل؟ يا شباب، السكر المطحون مساحته أكبر، لكن السكر اللي على شكل بلورات مساحته إيش؟ أصغر. إذا القاعدة الأولى، إذا زادت مساحة السطح زادت سرعة الذوبان. النقطة الثانية، درجة الحرارة. طيب، أيهما أسرع في الذوبان؟ كأس فيه ماء بارد أو كأس فيه ماء حار؟ أيهما أسرع في الذوبان؟ ممتاز، إذا كلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة الذوبان. العامل الثالث، التحريك. عند زيادة التحريك تزداد سرعة الذوبان. هذه الخطوة الأولى أو النقطة الأولى في العوامل المؤثرة على الذوبان. ننتقل للخطوة الثانية لكيفية حدوث الذوبان. لو نسأل الآن سؤال، هل يذوب الزيت في الماء ولماذا؟ لاحظوا هنا الصورة اللي أمامنا، هل حدث ذوبان؟ ممتاز، طيب، هل يذوب السكر في الماء؟ ممتاز، طيب، كيف نفرق أن حدث ذوبان أو لم يحدث ذوبان؟ كيف نعرف أن حدث ذوبان أو لم يحدث ذوبان؟ يا شباب، بالشكل، كيف الشكل؟ الحجم. كيف الحجم؟ ممتاز يا فيصل، امتزجت. يعني الآن بعد عملية ذوبان السكر في الماء، هل نستطيع أن نميز بين جزيئات السكر والماء؟ ممتاز، أحسنت يا فواز، لا يمكن التمييز بينهما. إذا كان لا نستطيع التمييز بينهما، إذا حدث ذوبان. لكن هنا الزيت مع الماء، هل نستطيع أن نميز بينهم؟ هل نستطيع أن نميز بين الزيت والماء؟ ممتاز، إذا هنا معناه أن عملية الذوبان لم تحدث. ممتاز، إذا في قاعدة مهمة عندنا، إن المذيبات تذيب أشباهها، قاعدة هذه مهمة، المذيبات تذيب أشباهها. مثال، الزيت لا يذوب في الماء، السبب لأن الزيت غير قطبي والماء قطبي. الزيت يذوب في البنزين لأن الزيت غير قطبي والبنزين كذلك غير قطبي. السكر يذوب في الماء لأن كلاهما قطبي. إذا القاعدة إن المذيبات تذيب أشباهها.
ننتقل للخطوة الثانية، أنه أنواع المحاليل من حيث تشبهها. طيب، ماذا يحدث عندما نضيف ملعقة من السكر إلى الماء؟ ما الشيء الذي يحدث؟ الذوبان أو الذائبية؟ يا شباب، ماذا يحدث عندما نضيف؟ يحدث أول شيء في البداية الذوبان، ثم بعد ذلك في البداية يحدث إيش؟ الذوبان. ممتاز يا بندر. بعد ذلك الذائبية. أحسنت. طيب، ماذا يحدث عندما نضيف كمية أكبر من السكر إلى الوعاء السابق؟ شو الذي يحدث؟ ممتاز، يترسب. إذا في الكأس الأول نستطيع، هل نستطيع أن نميز؟ هل نستطيع أن نميز؟ لا، لكن في الكأس الثاني نستطيع أن نميز. طيب، النوع الأول يسمى بالمحلول الغير مشبع، وهو المحلول الذي يحتوي على كمية مذاب أقل من ما يحتويه المحلول المشبع عند درجة حرارة وضغط معين، يعني تذوب المادة بالكامل. معنى تذوب المادة بالكامل، هل نميز بينهم أو لا نميز بينهم؟ يا شباب، هل نميز؟ هل نستطيع أن نميز بينهم؟ ممتاز، لا نستطيع أن نميز. النوع الثاني المحلول المشبع، أحسنتم، هو المحلول الذي يحتوي على أكبر مقدار من المذاب بكمية محددة من المذيب عند درجة حرارة وضغط معين، بحيث تكون المادة غير ذائبة. يعني لو نلاحظ الآن في الكوب الأول المادة راح تذوب بالكامل، لكن هنا راح يكون في ترسب هنا، بالتالي معناه أن المادة لم تذوب بالكامل. القسم الثاني المحلول فوق المشبع، وهو المحلول الذي يحتوي على كمية أكبر من المذاب مقارنة بمحلول مشبع عند درجة حرارة وضغط معين، بمعنى يتكون بلورات. طيب، طريقة تحضير المحلول فوق المشبع، طبعا يتم في البداية تحضير المحلول المشبع عند درجة حرارة عالية، ثم بعد ذلك يبرد ببطء، ويساعد هذا على بقاء المادة الزائدة في المحلول. من يقول لنا مثال على تحضير المحلول المشبع؟ وعليكم السلام. تحضير المحلول فوق المشبع مثال عليه. تحضير المحلول فوق المشبع، لو نفترض الآن عندنا ونفترض عندنا إن المذاب 5 ملي، 5 جرام، في المحلول المشبع الغير مشبع. المحلول غير مشبع، إذا كانت الكمية 5 جرام في المحلول الغير مشبع تذوب بالكامل، هذا غير مشبع. طيب، إذا بغيت أكون محلول مشبع، كم بتكون الكمية؟ هل هي أعلى من 5 أو أقل من 5؟ يا شباب، إذا استطعت أكثر من 5 أو أقل من 5؟ أقل، ممتاز. طيب، المحلول المشبع لابد يكون كم؟ إذا المحلول غير مشبع 5 جرام وأقل. طيب، المحلول المشبع، ممتاز، أكبر من كم؟ أكبر من 5. ممتاز. طيب، المحلول فوق المشبع أيضا أكثر من إيش؟ أكثر من 5، يكون أكبر بكثير أكثر من 5. طيب، كيف نفرق بين المحلول المشبع والغير مشبع؟ المحلول المشبع والفوق المشبع. يا شباب، كيف نفرق بين المحلول المشبع والفوق المشبع؟ نعم، هنا تكون جزء منها غير ذائبة، لكن المحلول فوق المشبع تكون على شكل ايش؟ تكون على شكل بلورات. ممتاز. طيب، إذا لو نسأل سؤال الآن، كم أنواع المحاليل؟ يا شباب، 3. ممتاز. الأول ممتاز،
الأول، النوع الأول المشبع، النوع الثاني الغير مشبع، والنوع الثالث فوق المشبع. طيب كيف نميز بين الفوق مشبع والمشبع؟ ممتاز، كيف نميز بين الفوق مشبع والمشبع؟ كيف نميز؟ أحسنت يا سعد. إذا البلورات تكون في إيش؟ في فوق المشبع. البلورات تكون في فوق المشبع. طيب بارك الله فيكم. النقطة الثانية راح نتكلم عن حرارة الذوبان. طبعا لو نلاحظ هذه اللي هي السور اللي أمامنا، هذه تسمى إيش؟ السور اللي أمامنا، وعليكم السلام، السور التي أمامنا ماذا تسمى؟ ماذا تسمى يا شباب السور التي أمامنا؟ ممتاز، الكمادات. إذا الكمادات، طبعا يوجد عندنا كمادات باردة وكمادات ساخنة. إذا هذه كمادات باردة وهذه كمادات ساخنة. طيب إذا حرارة الذوبان هي التغير الكلي في الطاقة الذي يحدث خلال عملية تكون المحلول. طبعا أنواعها محاليل منتجة للطاقة طاردة للحرارة، ومحاليل ماصة للطاقة ماصة للحرارة. المحاليل التي تنتج الطاقة مثل ذوبان كلوريد الكالسيوم أو هيدروكسيد الصوديوم في الماء يصبح الوعاء ساخنا، وتستخدم هذه في صناعة الكمادات الساخنة. النوع الثاني محاليل ماصة للطاقة أو تسمى ماصة للطاقة أو مستهلكة للطاقة مثل ذوبان نترات البوتاسيوم أو نترات الأمونيوم في الماء، ويصبح الوعاء باردا. تستخدم هذه التفاعلات في صناعة الكمادات الباردة. إذا الفرق الأول بين المحاليل الطاردة والماصة، وش الفرق يا شباب؟ ما هو الفرق بين المحاليل الطاردة والماصة؟ الآن المادة الرئيسية في المشروبات الغازية اللي هي الغازات، إذا كانت درجة حرارتها عالية فإن الطعم سوف يتغير. السبب لأن كمية المادة تكون إيش؟ هل ذابت بكم باردة؟ إذا الفرق الأول بين المحاليل الطاردة والماصة، وش الفرق يا شباب؟ ما هو الفرق بين المحاليل الطاردة والماصة؟ ما الفرق؟ درجة الحرارة. ممتاز. في المحاليل الطاردة تكون إيش؟ في المحاليل الطاردة، ممتاز، تكون الحرارة إيش؟ عالية أو منخفضة. في المحاليل الطاردة تكون مرتفعة، نعم، لكن في المحاليل الماصة تكون المحاليل الماصة، ممتاز، أحسنتم، تكون إيش؟ تكون أقل. إذا الطاقة، ممتاز، إذا الطاردة تفقد الطاقة، الماصة تكتسب الطاقة، أحسنتم، بارك الله فيك. طيب، العوامل المؤثرة على ذوبان الغازات في السوائل. طيب لو نسأل سؤال الآن، هل تزداد ذائبية الغازات في السوائل بزيادة درجة الحرارة؟ لو ناخذ مثال، نقول مثال على غازات في سوائل، مثال على غازات في سوائل، قبل تجاوبون يا شباب، مثال على غازات في سوائل، ممتاز، المشروبات الغازية. طيب هل تؤثر درجة الحرارة على المشروبات الغازية؟ ممتاز، أو المياه الغازية، هل تؤثر؟ نعم. طيب كيف تؤثر؟ تؤثر في إيش؟ تؤثر في إيش؟ ممتاز، إذا تؤثر في الطعام، أحسنت يا يعني. إذا تؤثر في الطعام. إذا درجة الحرارة، هل تزداد ذائبية الغازات في السوائل بدرجة الحرارة؟ نعم، تقل ذائبية الغازات في السوائل بزيادة درجة الحرارة، لأن الطاقة الحركية لجسيمات الغاز تسمح للجزيئات بالنفاذ من المحلول بسهولة أكبر عند درجات الحرارة العالية، مثل تغير طعم المشروبات عندما تنخفض درجة حرارتها. يعني مثال، الآن المادة الرئيسية في المشروبات الغازية اللي هي الغازات، إذا كانت درجة حرارتها عالية فإن الطعم سوف يتغير. السبب لأن كمية المادة تكون إيش؟ هل ذابت بالكامل أو لم تذب بالكامل؟ لا، لم تذب بالكامل. يعني هناك مثال آخر، لو كان عندنا مثلا كوب من الشاي به ملعقة سكر لكني لم أحركه،
هل يتغير طعمه بعد التحريك؟ ممتاز يا فيصل، اذا ممتاز. اذا الماده موجوده، السكر موجود، لكن ايش ما السبب في عندما لم احرك، ما السبب في عدم تغير الطعم؟ عندما احرك عندما لم احرك ملعقه السكر لم يتغير الطعم، مع العلم ان الماده موجوده، ما السبب؟ ممتاز، اذا لم تخترق. نفس الكلام بالنسبه للغازات، اذا كانت درجه الحراره عاليه فان الماده الرئيسيه في الغازات لا تذوب بالكامل. ممتاز، لا تذوب بالكامل، بالتالي يتغير طعم المشروبات. لكن اذا كانت درجه الحراره منخفضه، يعني اذا كان المشروبات الغازيه بارده، فان الماده المسؤوله تكون ذابت بالكامل، بالتالي لا يتغير طعم المشروبات. واضح يا شباب؟ اذا الماده الرئيسيه في الغازات، الماده الرئيسيه في الغازات اذا كانت درجه الحراره عاليه فان الماده الرئيسيه لا تذوب، لكن اذا كانت بارده يحدث لها ذوبان كامل. النقطة الثانية الضغط، هل تزداد ذائبية الغازات في السوائل بزيادة الضغط؟ نعم، تزداد ذائبية الغازات في السوائل بزيادة الضغط، مثل ظهور فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون عند فتح مشروبات غازية بسبب نقصان الضغط، مما يؤدي إلى تقليل ذائبية غاز ثاني أكسيد الكربون. يعني نلاحظ الآن عندما تفتح علبة من المشروبات الغازية يتصاعد الغاز إلى الأعلى، السبب بسبب زيادة الضغط أو قلة الضغط. ما السبب يا شباب؟ يا سلام، بسبب قلة الضغط. إذا قلة الضغط تزيد من إيش؟ الذهبية أو تقلل. ممتاز، إذا كلما زاد الضغط زادت الذائبية، كلما زاد الضغط زادت الدائري. طيب ننتقل لقانون هنري، اذكر نص قانون هنري، تتناسب ذوبانية غاز في سائل عند درجة حرارة معينة طرديا مع ضغط الغاز الموجود فوق السائل. معنى طرديا يا شباب؟ من يشرح لي كلمة طرديا؟ ما المقصود بكلمة طرديا؟ ممتاز، طبعا نسبة إلى العالم اللي وضع القانون هذا، نسبة إلى العالم. معنى تتناسب طرديا يا شباب؟ تناسب طردي. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا حسن. معنى إذا زاد الضغط زادت الذائبية، إذا زاد الضغط زادت الذائبية، وكلما قل الضغط، أحسنت يا ولدي، وكلما قل الضغط قلت الذائبية. ممتاز، طيب القانون S1 اللي هي ذائبية الغاز الأول على B1 ضغط الأول للغاز، S2 الذائبية الثانية للغاز، على P2 الضغط الثاني للغاز. طيب مثال، إذا ذاب 85% جرام من غاز عند ضغط مقداره 4 ضغط جوي في 1 لتر من الماء عند 25 درجة مئوية، فكم يذوب منه عند ضغط مقداره 1 ضغط جوي ودرجة الحرارة نفسها؟ طيب ما هي الخطوة الأولى لحل المسائل؟ كتابة إيش؟ المعطيات. ممتاز، طيب ما هي المعطيات الموجودة عندنا؟ ما هي المعطيات الموجودة عندنا؟ يا شباب ما هي المعطيات الموجودة عندنا؟ الضغط، نعم الضغط الأول كم يساوي؟ P1 كم تساوي؟ P1 كم تساوي؟ ممتاز، 4. طيب البي 2 كم تساوي؟ البي 2 ممتاز تساوي 1. ممتاز، طيب ذائبية الغاز الأول كم تساوي؟ ذائبية الغاز الأول كم تساوي؟ ممتاز، 85%. إذا المطلوب إيش؟ المطلوب ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ ها يا شباب؟ ما
ممتاز. الدائبية الثانية، ممتاز. إذا معطيات الـ S1 تساوي 85%، ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. الضغط الأول يساوي 4 ضغط جوي، الـ B2 تساوي 1 ضغط جوي، المطلوب الـ S2. طيب نرجع للقانون، S1 في P1 تساوي الـ S2 في B2. طيب الـ S1 هي المطلوبة، إذا تكون إيش؟ الطرفين في الوسطين اللي هو المقاس الـ S1 في الـ P1 والـ S2 في الـ P2. طبعا إذا الـ S2 تساوي الـ S1 في الـ P2 على الـ P1. الـ S1 تساوي 85% ضرب 1 ضغط جوي تقسيم P1 4 تساوي 21% جرام لكل. طيب لو نسأل سؤال الآن، ما الفرق بين الدائبية الثانية، ما الفرق بين الدائبية الثانية والدائبية الأولى؟ ما الفرق بين الدائبية الثانية والدائبية الأولى؟ ممتاز. إذا يا سلام عليك يا ولد، إذا قلت، إذا كلما زاد كلما قل الضغط قلت، كلما قل الضغط قلت الدائبية. إذا عندما كان 4 ضغط جوي كانت الدائبية كم؟ 85%. لكن عندما كان 1 ضغط جوي كم صارت الدائبية؟ ها يا شباب، 21%. ممتاز. إذا عندما كان 1 ضغط جوي صار 21%، عندما كان 4 85%. طيب ننتقل إلى الخواص الجامع المحاليل، هي الخواص الفيزيائية للمحاليل التي تتأثر بعدد جسيمات المذاب وليس بطبيعتها. ركزوا على كلمة المذاب، طبعا أمثلة: الانخفاض في الضغط البخاري، الارتفاع في درجة الغليان، الانخفاض في درجة التجمد، والضغط الأسمولي. طبعا راح ناخذ اليوم بإذن الله الانخفاض في الضغط البخاري. طبعا الانخفاض في الضغط البخاري هو الضغط الذي تحدثه جزيئات السائل على جدران وعاء مغلق، والتي تتصاعد من سطح سائل لتتحول إلى الحالة الغازية. طيب إذا النقطة الأولى لابد أن يكون الوعاء إيش؟ ها شباب، ممتاز. هل يمكن حدوث ضغط لو كان ما في، لو كان مفتوح الأعلى من فوق، لو كان الكأس مفتوح من فوق هل يحدث ضغط؟ يا سلام عليك، لعدم خروج الغاز. يا سلام عليك يا مساعد. إذا لابد يكون وعاء مغلق. طيب لاحظوا معي الآن، راح نجرب الآن وناخذ الماء. كم مقدار الضغط؟ إذا أخذت الماء لوحده كم مقدار الضغط؟ كم يساوي الضغط؟ شباب كم قيمة الضغط؟ 4 فائض. شباب قيمة يساوي كم الضغط؟ يساوي 23. شباب شوفوا المشهد اللي عندنا، الفيديو يساوي 23 إذا كان الماء. طيب لو أخذنا مادة ثانية وذوبنا فيها السكروز، ذوبنا السكروز، لاحظوا ما الذي يحدث. أخذنا السكروز، لاحظوا في قيمة الضغط كم تساوي، ممتاز. طيب لاحظوا الآن، طبعا هذا يسمى بالضغط البخاري، يسمى بالضغط البخاري. لاحظوا معي، إذا أضفنا كمية من الماء فإن الضغط يكون كم؟ يكون 23.76 تقريبا. طيب إذا أضفنا مادة ثانية، إذا أضفنا مادة مثل الجلوكوز أو السكروز، لاحظوا القيمة كم تصير؟ القيمة الآن 23 بدون إضافة السكروز. طيب لاحظوا الآن كم صارت القيمة الآن بعد ما أضفنا السكروز، ممتاز، 22.8. طيب لو نضيف مادة أخرى اللي هو ملح الطعام، لاحظوا ما الذي يحدث. إذا الآن راح نضيف مادة أخرى
الأولى الجلوكوز أو السكروز، طبعا القيمة كانت في البداية كم يا شباب؟ قيمة الضغط كم؟ 23، أصبحت كم؟ 22. ممتاز. طيب الآن راح نضيف الآن ملح الطعام كلوريد الصوديوم. راح نضيف كلوريد الصوديوم. لاحظوا كم تصبح الضغط البخاري، كم يصبح؟ ها يا شباب كم أصبح؟ ممتاز. إذا نستنتج من التجربة هذه، ما الذي نستنتجه؟ قيمة الضغط كانت في البداية 23، عندما أضفنا السكروز أو الجلوكوز أصبح 22، لكن عندما أضفنا ملح الطعام أصبح كم؟ أصبح 19. أحسنت يا محمد. إذا كلما أضفنا مادة فإن إيش؟ الانخفاض هل يزيد أو يقل؟ كلما أضفنا مادة يقل. ممتاز. إذا أيهما أكبر في قيمة الضغط البخاري، الماء أو السكروز؟ اللي قبل التجربة اللي قبل شوية يا شباب، السكروز أعلى، الماء ممتاز. الماء كم؟ 23. الماء 23. السكروز كم كانت قيمته؟ 22. ممتاز. طبعا ما السبب؟ ها يا شباب ليش الماء أعلى شيء؟ إذا كان الماء لوحده تكون 23. طيب ما هي المادة الغير المتطايرة؟ ما هي المادة الغير متطايرة؟ المادة الغير متطايرة المتطايرة السكروز. ممتاز. أو ملح الطعام. طيب طبعا في قاعدة مهمة عندنا، أيهما أكبر في قيمة الضغط البخاري، الماء أو السكروز؟ الماء. طبعا السبب لأن جسيمات المذاب تحتل جزء من مساحة السطح، وهذا يقلل من جسيمات المذيب التي تتحول الحالة الغازية، وبذلك يقل الضغط البخاري. يعني في الحالة الأولى جزيئات الماء فقط الموجودة في المساحة هذه، وبالتالي قيمة الضغط كلما زادت كمية الماء زادت قيمة الضغط. لكن عندما وضعنا السكروز مع الماء أصبحت المساحة إيش؟ مساحة الماء مع السكروز هل هي أكبر أو أقل؟ أقل. ممتاز. إذا كلما قلت المساحة كلما إيش؟ كلما قل الضغط البخاري. إذا القاعدة المهمة عندنا كلما قلت المساحة كلما قل الضغط البخاري. طيب ما السبب إن الملح أكثر؟ لو أضفنا الملح أصبحت 19. ما السبب؟ لأن الملح يحتوي على مركب أيوني. إذا القاعدة عند إضافة مذاب غير متطاير إلى مذيب سائل نقي فإن قيمة الضغط البخاري تنخفض. طبعا كلمة غير متطاير ما المقصود فيها؟ يعني الآن لو ناخذ مثال البنزين، هل البنزين متطاير أو غير متطاير؟ البنزين متطاير أو غير متطاير؟ البنزين غير متطاير. طيب هل يؤثر على الضغط؟ هل يؤثر على الضغط؟ لا يؤثر. ممتاز. لكن المواد الأخرى الغير متطايرة تؤثر على الضغط. إذا أمثلة على مذاب غير متطاير الجلوكوز، السكروز، كلوريد الصوديوم. من أقوى تأثير فيهم؟ الكلوريد. أقوى تأثير فيهم كلوريد الصوديوم. السبب لأن مركب يحتوي على أيونات. إذا القاعدة مهمة عند إضافة مذاب غير متطاير فإن الماء الضغط البخاري ينخفض. طيب ناخذ تقويم الآن، كلما زادت مساحة سطح المذاب قلت عملية الذوبان أو زادت عملية الذوبان أو لا تتأثر عملية الذوبان. ممتاز. الآن كلما زادت المساحة، ها يا شباب كلما زادت المساحة، كلما زادت المساحة زادت عملية الذوبان. ممتاز. أحسن. طيب ذائبية غاز عند ضغط 10، ضغط جوي هي 66%، ما مقدار الضغط على محلول حجمه 15.5 جرام من الغاز نفسه؟ الخطوة الأولى نكتب إيش؟ الخطوة الأولى يا شباب نكتب إيش؟
ممتاز. إذا بي 1 تساوي 10 S1. S1 كم تساوي؟ S1 كم تساوي؟ 66%. والS2 كم تساوي؟ 1.5. ممتاز. طيب إذا المطلوب بي 1 تساوي، إذا 1.5 ضرب 10 تقسيم 66 يساوي الناتج كم؟ ها شباب، تساوي الناتج كم؟ نعم أحسنتم، يساوي الناتج 22.7 ضغط جوي. ممتاز، 22.7. ممتاز. طيب الضغط البخاري لمذيب نقي هل هو أكبر من الضغط البخاري للمحلول يحتوي على مذاب متطاير، أو الاختيار الثاني أو الاختيار الثالث؟ ها شباب، الضغط البخاري لمذيب نقي، ممتاز، الاختيار الثاني، إذا أكبر من الضغط البخاري المحلول يحتوي على مذاب غير متطاير. إذا هذه هي ليش؟ رقم 2 الإجابة. طيب المركب الذي يقلل من الضغط البخاري هو من أعلى واحد فيهم؟ هل هو السكروز أو كلوريد الصوديوم أو كلوريد الألمنيوم؟ كلوريد الألمنيوم هو الأكثر، ما السبب؟ ها شباب، ما السبب؟ لأن عدد أيونات كلوريد الألمنيوم أكثر، هنا 3 و1 4 أيونات، لكن هنا كم الأيونات؟ 2. في النهاية أشكر لكم تفاعلكم طبعا لمشاهدة الدروس، طبعا ادخل على بواب الدروس ثم قائمة الدروس المسجلة. أشكر لكم تفاعلكم. الأسبوع القادم إن شاء الله راح نكمل الخواص الجامعة للمحالي. أحد عنده أي استفسار؟ باقي تقريبا نصف دقيقة. الله يعافيكم.